هون طلع على الدرج صح. هون ما معه شيء بإيديه. فيت احنا سمعنا حرقة هون. هيدي قديش أي ساعة كانت؟ أنا سمعت حرقة أجيت لأشوف شو الموضوع. سايك أون تويت حتى بعده. إيه ما هو بعده. جيت لهون أنا عرفت. بعده رجع فيت. هلا بدي يحمل جزدين نانسي هلا. هلا برجع بفوت بيحمل جزدين نانسي. بعده عم نبش. هو فات لجوا رجع ظهر رجع فيت. إيه. حمل الجزء. في كاميرا جوا. في كاميرا جوا بس أنا ما بدي قلت له للشباب اللي بدي أخذها قلت له هيدي نانسي تبقى عم تلبسه. بعد إياها من الساعة 1:30 بالليل. إيه فيك تشوف شو عم بيعمل جوا. إيه بس أنا 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 ناسي الباس تبعها. لا بشوف. يحيى أنا جيت هون شفته لقط الكرسي دغري لأشبقه سحب علي الفرد. احط الكرسي بأرضك حط الكرسي بأرضك كب الكرسي لهونيك لك جزئين بايده شفته فوت لجوا لحقنا لجوا اعطيني مصاري اعطيته مصاري من الجاكيت وين الذهب وين الذهب ما تجبرني ازيك استفادي عيط لمرتك هلا جيب مرتك هلا اجوا كان الشباب دقتوا نانسي اجوا هجم عليهم هو دغري هلا لك شو بصير عم نبش عليه عم نبش عليه شوف شو القصه اجى هو طلع بوجهه قال له ايديهم دغري قال له اوعى يتحرك ورجع لورا فلا هنيك اجى احمد قال لي انا كنت عم اجيب الفرد قال لي حوفت عوده الاولاد ساعتها انا جنيت خلص رحت عليه كاميكاز بدي شقفه وتشقيف يعني حتى لو بده يقوصني في حي رحت انا عليه هون طلع بوجهي هون دغري سحب عليه الفرد صفقته هيدي هي يلا.